بعد الكريزة دي بس كده تمام. واسمحوا لي بقى ممكن نعمل وصفة سريعة. الناس هنا دي الحقيقة كانت مفاجأة، يعني ما كانش معمول حسابها في الحلقة الحقيقة، بس الناس هنا قالوا على وصفة قديمة جدا، مش عارفة حضراتكم هتبقوا تشاركوني الرأي فيها وتقولي عليها. أنا بحبها جدا، تربيت عليها، بس مش عارفة هي هتناسب كل الناس ولا لا. بس الوصفة دي وصفة قديمة اسمها سد الحنك، وفي ناس بتقول عليها حلاوة تركي. خليني كده نعملها مع بعض بسرعة. أنا كنت بعشق الوصفة دي جدا، كان في البيت بيعملها لي كتير جدا جدا وأنا صغيرة جدا، فوق ما حضراتكم تتخيلوا. بولة كبيرة فيها بطاطس محمرة، يجي مثلا 2 كيلو بطاطس محمرة كده، وجنبها لازم أحلي بسد الحنك، بحبه جدا. هعملها لكم زي ما كان بابايا بيعملها. هي المفروض الأساس فيها دقيق وسمن ومية بسكر، لكن أنا هعملها باللبن والسكر عشان الولاد لو حابينها يقدروا ياكلوها. هي اتعرضت في مسلسل شهير جدا اكيد يتربى في عزه، انتوا اكيد عارفينه، النجم يحيى الفخراني، وكان الله يرحمها رحمه الله عليها الفنانه جميله كريمه مختار كانت بتعملها له. هي دي الوصفه، هي دي الوصفه بتتعمل كده. تعالوا بس انا هاخد كده ايه، هاخد مثلا، انا ما هحتاج دي ادوب فيها الايه اللبن والسكر الاول بجهزه، عشان انا لما بحمر يعني الدقيق ببقى محتاجة الخليط ده جنبي. كوباية كده من اللبن، 3-4 معالق سكر، ما تكتروش. هنقلب، هاخد السمنة مع الدقيق احمره على النار. الغريب كمان سبحان الله ان حماية كان بيحب الوصفة دي، واول ما اتخطبت كنا قاعدين بنتكلم ما كانوش يعرفوا ان انا بعمل اكل اصلا، يعني وانا عاده ما كنتش بحكي عن القصه دي في حياتي عموما، يعني حياتي الشخصيه، الا الناس جيراني اللي متربيين معايا من سنين يعني. فبالصدفه واحنا قاعدين بيبصوا لي يعني انه ايه اللي هي هتعمله ده، يعني هي دي هتعمل ايه في حياتها دي، دي ولا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تعمل اي حاجه، فيعني ايه اللي هو الله يعينك يعني. فواحنا قاعدين فبقول له ايه، بيقول لي انا في وصفه كده قديمه اكيد طبعا انت عمرك ما هتعرفيها. فقلت له طب حضرتك قول لي يعني ممكن اكون اطلع اعرفها. قال لي وصفة قديمة قوي كده اكيد انتي ما توعيش عليها، انا بحبها قوي ونفسي حد يعملها لي مظبوطة، يعني يعملها لي حلو. فقلت له ايه هي؟ قال لي سد الحنك. قلت له طب واللي يعملها لك دلوقتي؟ قال لي بتعرفي تعمليها؟ قلت له اه. قال لي قومي فورا. طبعا هو يعني بيقول لي قومي فورا، عنده امل ولكن مش عارف انا هعملها ولا مش هعملها. هاخد كده 3 معالق من السمن على 3 معالق من الدقيق، قد بعض زي ما بنعمل البشاميل بالظبط، وهاخد كده تقليبة سريعة معاه لحد ما السمن ده يسيح وتاخد تحميرة حلوة ويغير اللون للبني. فقمت عملتها وما كانش مصدق، يعني هو ما كانش مصدق ان انا هعملها، وكان سعيد جدا بيها الحقيقة، وانا اتبسطت ان انا يعني قدرت ان انا احقق له حاجة هو كان متوقع ان انا مش هعرف اعملها. وبرضه لحد الفترة دي قعدنا كتير محدش كان متأكد انه فعلا انا ممكن اكون بعمل اكل يعني. وده عادي يعني، ده بالنسبة لي شيء عادي، لانه انا فعلا ما كنتش بحكي في القصة دي مع حد خالص، يعني حدش يعرف ان انا حد بيطبخ بيعمل اكل من وانا صغيرة بشيل مسؤولية، مفيش الكلام ده، ما كنتش بحكي في القصة دي خالص لحد اول ما بدأت اعمل البرامج يعني. مش مفاجأة والله، حتى كانوا صحابي لما يتعزموا عندنا كان في ناس بتساعد في البيت، بس ما كانش حد يمد ايده في الأكل، هما بيسألوني في الكنترول، لكن كانوا ييجوا ياكلوا على اعتبار ان في حد موضة بالأكل ده. حتى بعد ما اتخطبت والله كانت حماتي متخيلة انه الناس اللي موجودة هي اللي بتعمل الأكل، لحد ما عملت صينية كنافة بقى عندها، وكانت صينية الكنافة هي ما صدقتش ان انا عملت صينية الكنافة دي لانها واقفة جنبي في المطبخ. تقولي انا لو مش مصدقة اني واقفة جنبك في المطبخ مش هتخيل ابدا انك هتعملي صينية كنافة بالكريمة بالشكل ده. وبعدين بدأت بقى ايه تتوالى المفاجآت. ليه بقى؟ لا استنوا بقى، في ناس بتحط مكسرات، احنا بصراحة بابا كان بيحط لنا شوية مكسرات بس قبل التشكيل على طول. بصوا كده نحط هنا، انا بحط تاتش قرفة بس، وده اختياري وليس اجباري، بس سبحان الله بيديله طعم جميل جدا جدا جدا. هحمرها تحميرة حلوة، بس اول ما اللون يبقى على بني لازم يغمق قوي اللون، درجة اللون تغمق جدا كده. ما انا بقى دي اللي معرفهاش،
يعني هم ليه سموه سد الحنك؟ بيقولوا الواحد بياكله ما بيقدرش، بس اكيد لو ليه قصه هحب اعرفها اكيد. مفيش حاجه ما سبتهاش. لو يلا قولي. طب انا بقول دلوقتي القصه عشان مخرجنا استاذ ابراهيم عارف القصه. بيشبع. يا طب انا هقول القصه بقى، اسمح لي استاذ، بما انك انت قلتها لنا ومرسي طبعا. قال لك زمان كان في ناس بيوت اقتصاديه ما كانتش بتقدر تعمل يعني حلويات مغاله فيها، فكانوا زمان ايه اكتر حاجه موجوده في البيت؟ هي الدقيق والسمن والسكر. فكانوا يعملوا الحلو ده علشان يبقى نوع من انواع الحلو، وفي نفس الوقت فعلا هو كدقيق وبتقلب كده العجينه فبيبقى مشبع. ففعلا اللي بياكله بيشبع، فسموه سد الحنك لانه بيقفل بعدها. تسلم والله وميرسي ان انت من الناس. هو شاب جميل جدا ولكن من المدارس القديمه، وانا بحقيقه بعتز بالشخصيات دي قوي. ومعايا رانيا برضو بروديوسر البرنامج، نفس الفيلم يعني من الشخصيات الجميله. بصوا بقى انا كده اهو عماله اشوح فيه، بس ايه حياتي انت يا اوني والله. عارفين الناس اللي اتربت على اصول وزمان وحاجات زمان لكن عايشين بجيل دلوقتي، انا الحقيقه بحترم الناس دي قوي قوي بجد والله. ودايما اقول الاخلاق دي اهم من اي حاجه، التربيه هي انسان تربيه بس، ونقطه ومن اول السطر، مفيش اي حاجه تانية ممكن تتقال. كده هنقلب تقليبه حلوه. مش عارفه مصطفى الطاسه دي مش بتسخن زياده على الرغم ان هي يعني ايه المفترض خلاص هو هيبدا يدخل بقى في انه يبدا يستشعر اللون، بس طبعا لازم يغمق جدا. وانا هنا عقبال طب ما يتشوح شويه هروح مقلبه السكر كويس، ادوبه كويس جدا. انا بعملها في اللبن لكن هما زمان بيعملوه في الميه والسكر، ميه وسكر يعني حتى ما كانش فيه اللبن. هنقلب بقى تقليب اخيره كده خلاص. ما يرضكيش يعني يقولوا لي ان انت عاملاه فاتح، ما يرضكيش حالا. يا نهار ماشي. ممكن ممكن جدا يبقى على المضمون بس كده اهو. انا ما عنديش مانع لو عايزه كلها يعني كده. اوكي اقدم لكم تاني ده جنبه ولا لما يدخل الثلاجه؟ نحط ده جنب ده ولا بلاش؟ خلاص اللي احنا قدمناها احلى اللي ساقعت. حاضر حطها لكم حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي بصوا بدات تتماسك كمان. لا تمام. هنبدا بقى ايه نجهز الخليط ده، هنضيفه لحد ما تبقى عجينه جميله. هنشكلها ممكن في اللحظه دي بس عقبال ما ياخد خلاص اخر درجه لون. اسمحوا لي ابص على اللي في الفرن. تمام كده. يبدا بصوا بقى اخد اللون الفاتح، هيغمق عن كده يبقى بني. اول ما يبقى بني خلاص هبدا اضيف الخليط بتاعي، كوبايه اللبن على الكم معلقه السكر اللي احنا حطيناهم. وانا زي ما قلت لحضراتكم طعمت برشه بسيطه قوي، دي اختياري وليست اجباري من القرفه، بس ابتدي تيست ليه حلو قوي. اللي عايز يجمل بمكسرات بقى حاجه كده، عايزين تحطوه في طبق صغير وتقلبوه ويبقى كده مفيش مشكله. يلا بينا. المسقعه رائعه والله جدا. عايزه اقول لحضراتكم بجد احنا يعني دقناها في الفواصل من الحاجات الرائعه. رانيا دقتيها طلعت ايه؟ بتقول بتغمز بعينيها وبتقول حلو. انا ما شفتش بس ماشي انا بثق فيك والله. بيهدي النفوس يعني. يا حبيبه قلبي انتي.
كده. بصوا بقى انا معلش هضيف بقى عشان ما اتاخرش اكتر من كده، لكن عايزين تحمروها بقى يا سيدي. القوارب تجنن، احلى حاجه بالخضار، والخضار ده مفيد قوي الفتره دي الحقيقه. يا ريت ندعم بقى بخضروات وحاجات ساقعه كده جميله فتره الصيف. هضيف بقى كده، بسم الله. هنقلب طبعا، عايزين تغمقوه عن كده غمقوه، بس انا الوقت بقى عندي اصبح لا يسمح. بسم الله هنقلب كده لحد ما الخليط يتكاثف ويتشرب بقى اللبن ده، والدقيق يتشرب اللبن ويبقى ايه زي العجينه كده بتاعت عجينه الشو بالظبط، نفس الفكره. وبدات بقى ايه زي ما حضراتكم شايفين تمسك كده معانا. عجينه متماسكه، وادي عجينه سد الحنك تبدا بقى تتلم كده زي عجينه الشو بالملي اهي. ممكن بقى ناخد بوله صغيره كده ولا حاجه نقلب فيها يا مصطفى، او ماشي معلقه كده اوريكم اشكل بيها ازاي برضو، دي طريقه تانية شايفين. بس طبعا غمقوه، انا قلت لحضراتكم الوقت عندي مش يكفي ان انا ايه. يلا بينا يلا بينا نقدم بقى هنا في الطبق معلقه كده، ممكن يتشكل كده، دي طريقه ممكن يتعمل بيه. خليته مودرن، وبعدين نستسمح بقى حضراتكم واحنا بقى بنحط كده سد الحنك ان احنا نطلع فاصل ونستقبل ضيفتنا اللي هتنورنا، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال، وفقرة مميزة إن شاء الله.